السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكلمكم النهاردة عن شكلة الأثرة. الأثرة من النباتات الجميلة، شايفين الروعة بتاعتها والجمال بتاعها. الميزة فيها إن هي خضرة، يعني نبات أخضر بس ريحة الورق بتاعه روعة، من أروع ما يمكن. بيستخدم كنبات طبي، وبيستخدم على فكرة في شاي معمول منه بيدخل فيه الريحة بتاعت العطرة دي، اسمه الشاي الشاي أحمد. كنت بشتريه بره، وده شاي يعني غالي مش رخيص، مش موجود في كل مكان. من الشاي الجميل أوي. هو نبات يعتبر طبي أصلا من النباتات الطبية والعطرية، لأنه ريحته روعة، ريحته جميلة جدا. يعني لازم يكون كل بيت زي ما في نعناع، زي ما في روزماري، يكون في عطر زي كده عشان تستمتع بالريحة الجميلة بتاعتها والجمال والشكل والجمال بتاعها. وهي تكاثرها سهل جدا، يعني هي يومين تتاخد تتزرع بتطلع نفس النبات، وتديني نفس النبات نفس النبات العادي. تكاثر سهل يعني زي الجرونيا، من الحاجات الجميلة جدا اللي تكاثرها سهل قوي. إن شاء الله تعجبكم، ولازم تجيبوا عطر عندك في البيت وتحافظوا عليها. دي من الحاجات اللي جميلة أوي، إن شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.